بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. ونشهد أن نبينا وحبيبنا وعظيمنا محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. ثم أما بعد، حياكم الله جل وعلا، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم يوم القيامة من الجنة منزلة. والله جل وعلا أسأل أن يظلنا ويظل لكم تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد في يوم المبارك. أسأل الله تبارك وتعالى في أن يتغمدنا فيه بواسع رحمته، وأن يرفع مقامنا بين يديه، وأن يرفع الغمة عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. برنامج أمير المسحورين كما تعودنا بنسمع فيه أهات الشاكين إلى الله جل وعلا، مش بيشكوا لنا احنا، ولكن شاكين لله تبارك وتعالى. وقلنا أن أحوال الشاكين لا تتوقف عند مرض السحر فقط، ولا عند مرض المس ولا الحسد ولا العين، ولكن بنجعل هذا البرنامج أو نافذة هذا البرنامج نافذة عامة لكل من ضاق به الأمر وصدع به حاله ويشكو حاله إلى الله. أنين المسحورين، زي ما احنا عارفين هذا الأنين إنما يكون يعني ليس بمعنى الكلمات اللي الإنسان بيتكلم بها. مش شرط إنك أنت تقعد تقول لي أنا تعبان أنا مقهور. في ناس بتئن إلى الله جل وعلا بدمعة عين، يعني تشكي إلى الله تبارك وتعالى بمجرد إنها تدمع، تدمع عين. ده المقهور، قهره المرض، قهره الفقر، قهره الزمن، قهره الظلم، فيبكي إلى الله جل وعلا. هذا الأمر يعني يتجسد في حال إبراهيم عليه السلام. سيدنا إبراهيم لما ترصد به النمرود وأراد النمرود أن يمثل به، جمع نار عظيمة جدا وألقى فيها سيدنا إبراهيم، فأوحى الله جل وعلا إلى الملائكة، ملك الريح وملك المطر وسيدنا جبريل، فما كان من إبراهيم أن يتأوى، يعني هو في النار ما تكلمش، فنزل عليه ملك المطر قال يا إبراهيم إن الله أرسلني إليك أتسألني حاجة؟ قال لا أسألك حاجة. سبحان الملك، تهيب أو تصور هذا المنظر، نبي نبي سيدنا إبراهيم، بشر بشر، يحرق بالنار ويغرق بالماء، وإذا بيه في النار دي محتاج لأي حد ينقذه. لو واحد مننا وهيلقى في نار أتوسل إليك سيبني أعيش، بالله عليك ده أنا عندي أولاد، طب اللي أنت عايزه أنا تحت أمرك. هذا لم يصدر من إبراهيم كبشر، بشر لحم ودم وروح ونفس، لم يصدر منه أن يعني استسمح النمرود أو استسمع أحد البشر طب كلموا لي النمرود أبدا. طب كنبي نزل عليه الملائكة يا إبراهيم إن الله أرسلني إليك ملك المطر أتسألني حاجة؟ لئن سألتني لأسلطن الماء على النار فتطفئها. ملك المطر هينزل المطر على ما تطفئ. قال لا لا أسألك حاجة. طلع ملك المطر بلغ ربنا إنه مش عايز حاجة، فنزل ملك الريح، ملك الريح بيقول لإبراهيم يا إبراهيم إن الله أرسلني إليك أتسألني حاجة؟ لئن سألتني لأسلطن الريح على النار فتحرق ديارهم. بدل ما تحرقك انت، لا انا اسلط الريح على النار تاخد النار دي على ديارهم. قال لا لا اسألك حاجة. فصعد الى الله جل وعلا قال لم يسألني حاجة يا رب. فارسل الله جبريل، نزل جبريل عشان يعلمنا ابراهيم وجبريل من الحوار ده صفة التوكل على الله جل وعلا وحسن الظن بالله تبارك وتعالى، وإن استغاثة المكروب بين يدي الله الله أسرع في استجابة هذه الاستغاثة من الملائكة، حتى جنود ربنا أسرع من أي حد، إنما أمره أن يقول للشيء كن
فيكون ربنا يؤمر كده وهو بملكوته وعزته وجبروته في السماء، في السماء متنزل برحمته كن فيكون. طب ما حدش يتدخل في الكون؟ لا ابدا، سر الكونيه، سر الكونيه اللي ربنا محتفظ بها لنفسه سبحان الملك. فارسل جبريل فقال يا ابراهيم ان الله ارسلني اليك اتسالني حاجه؟ فقال ابراهيم لجبريل عليه السلام كيف احتاج اليك وانسى الذي ارسلك الي؟ وحد الله، كيف احتاج اليك؟ انا عارف انك انت جبريل وقوتك رهيبه وتقدر تعمل اللي انا ما اقدرش اتصوره، لكن الله اقوى واقدر واعز واجل سبحانه، ملك، ملك بكلمه يعز وبكلمه يذل، بكلمه يحيي وبكلمه يميت، بكلمه يبرأ المريض وبكلمه يمرض الصحيح. قال له كيف احتاج اليك وقاعد في النار؟ تهيب معي، تصور قاعد في النار، ده سيدنا ابراهيم قاعد بيتكلم في النار، ده مش قاعد كده لسه منتظر هيلقى بيه، لا ده جوه النار. ولم تؤذن، لم تأخذ النار إذنا بعد بالحرق، سبحان الملك، جندي من جنود الله وما يعلم جنود ربك إلا هو. في ناس مسحورة والسحر ما ظهرش عليها لأن هو ربنا قال كده وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. سبحان الملك، كونية الضرر، الضر والنفع بيد الله جل وعلا، الضر والنافع هو الله. فسيدنا إبراهيم بيقول لسيدنا جبريل كيف أحتاج إليك وأنسى الذي أرسلك إليّ؟ هو أعلم بحالي وحالي يغني عن سؤالي، هو عارف وشايف إن أنا ما وضعت في هذا المقام، مقام النار ده أو في هذا المكان إلا أنني أدعو إليه، بدعي الناس لطاعتي ولعبادتي وترك ما دوني من شرك وثنية من ظلم من عبودية لغير الله. أنا اتوضعت في المكان ده يا رب من أجلك أنت. فأوحى الله جل وعلا لجبريل بقى أبداً، أوحى لملائكة السماء أبدا، أوحى لجنوده في الأرض أبدا، أوحى لإيه؟ الله تبارك وتعالى بسر الكونية. قلنا يا نار كوني، قلنا كوني، شوف كوني، يقول شيء كن فيكون. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. هي دي اللي أنا عايزك تمسك فيها النهاردة. سيدنا أيوب مكث في مرضه 18 سنة، في رواية 16 وفي رواية 18 وفي رواية 17، مكث أيوب في مرضه 18 سنة، 18 سنة لم يتفوه بكلمة شكوى إلى الله جل وعلا، 18 سنة ما قالش أنا تعبان يهو ودوني للدكتور يا أخوان، خد بالأسباب، لكن رب الأسباب يسمعك أقرب من أي أحد. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، بشرطين، بشرطين عشان يستجيب لك. ما لي أدعو الله فلا يستجيب لي؟ يا عم الشيخ، يا عم الشيخ، ده أنا بقوم الليل والله، ده أنا بقرأ القرآن والله العظيم، ده أنا محافظ على صيام الاثنين والخميس، ده أنا بصوم 13، الكلام اللي بيجي لي على التليفون، والله يا عم الشيخ أنا ما بسيبش المصحف من إيدي، والله يا عم الشيخ ده أنا بخاف منه وبيحصل لي كوادر وتعبان، يا عم الشيخ ما بقومش من مكاني، ده انا بتخبط من هنا ومن هنا وبتعمل لي اسحار كتيره، ازاي تعمل لي سحر وانا بقرا القران؟ ده انا ملتزم او ملتزمه، ازاي تجدد لي سحر يا عم الشيخ؟ اقول لك النبي اتسحر مرتين، اقول لك النبي كاد ان يفقد بصره، اقول لك السحر اثر على ادراك النبي كبشر، كان يظن انه يفعل الشيء وكان لا يفعل، اقول لك النبي صلى الله عليه وسلم شكى الى الله جل وعلا، اللهم اني اشكو اليك ضعف قوتي وقله حيلتي وهواني على الناس، يا رب أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلوني؟ إلى عدو يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري؟ سبحانك إن لم يكن بك علي غضب لا أبالي. سبحان الملك، سبحان الملك، أهم حاجة ربنا ما يكونش غضبان عليك في البلاء اللي نازل، لأن البلاء اللي نازل علينا إما أن يكون بلاء رحمة، ربنا بيمحص به الذنوب وبيستر به العيوب وبيرفع به الدرجات، وممكن يكون البلاء اللي نازل ده زي مرض كورونا واي امراض او اي وباء او اي طاعون او اي غلاء، يكون نازل عذاب، ممكن يكون نازل عذاب، ممكن يكون نازل انتقام من ربنا، ان الله عزيز ذو انتقام،
ممكن السحر اللي انت ما تعالجتش منه ده يكون ابتلاء نازل عليك عشان ربنا يسمع صوتك. يقول الله جل وعلا اذا دعا العبد ربه العبد الصالح يا رب يا رب يا رب، فيقول الله جل وعلا يا جبريل من صاحب الصوت؟ مين اللي بيقول يا رب ده؟ صوتك طلع رن فوق، معقوله؟ ده انت بينك وبين السماوات مسيره 500 سنه، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وما بين كل سماء وسماء مسيره 500 سنه، يعني اضرب 7 في 500 3 مليون ونص سنه، غير بين ال 500 اللي بقى يبقى 4 مليون سنه بينك وبين عرش الرحمن، ورغم ذلك تصعد الشكوى ويصعد الرجاء ويصعد الدعاء الى الله جل وعلا، فيقول الله جل وعلا هو اعلم بيك يا جبريل من صاحب الصوت. مين اللي بيناديني ده يا جبريل؟ مين اللي صوته حلو ده؟ لان اصوات الظالمين ما بتطلعش، اصوات العصاة ما بتطلعش، اصوات المنافقين والفاسقين ما بيطلعش. عمر ربنا بيقفل ما دونه من السماوات، زي الانسان الفاسق والظالم والبعيد عن ربنا لما بيموت فيصعد بروحه الى الله جل وعلا فيستفتحون له كل سماء فلا يفتح له. حديث البراء بن عازب، حديث النبي البراء بن عازب بيقول عن النبي يفتح له، يخبطوا على السماء الاولى من فلان فلا يفتح له. سبحان الملك، مطرود حتى من الاستقبال. العبد الصالح كلما استفتحوا كل سماء يفتح له وينادى لمن هذه الرائحة الطيبة، ريحته حلوة، طالعين بروحه ريحته حلوة. لأن احنا عندنا لما الإنسان بيموت جنازتين، جنازة في الملأ الأعلى للروح تشيعها الملائكة، وجنازة الأرض للجسد يشيعها البشر. جنازة الروح بتحط عليها ريح من رائحة الجنة، ريحة من ريحة الجنة هتتحط على روحك، وهتتحط في كفن من أكفان الجنة، وتتحط في حنوط من حنوط الجنة، وتحمل وتصعد إلى الله جل وعلا. فيستفتحون له كل سماء فيفتح له، ثم يصعدون إلى العرش. كل ما مروا على الملائكة، ملأ من الملائكة قالوا لمن هذه الرائحة الطيبة؟ إيه الريحة الجميلة دي؟ يا رب اجعلنا منهم يا رب، يا رب عطر أرواحنا يا رب، يا رب عطر أجسادنا يا رب، يا رب متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم يا رب. أو والله عيش معايا اللحظة دي، تهيب كده واحنا بظل موت الفجأة والارواح بتتساقط. سبحان الملك، كل يوم محدش عارف دوره امتى، والموت حق، النهاردة او بكرة او بعد سنة او بعد 20 سنة هتموت، لكن لحظة الموت هي لحظة اللقاء. من احب لقاء الله احب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. لحظة اللقاء في ريحة طيبة هتتحط عليك، وفي ملائكة طيبين هيستقبلوك، وفي ابواب السماوات تتفتح لك، وفي مباهاة الملائكة لمن هذه الروح الطيبة؟ إنها لفلان أو فلانة بأطيب أسمائك في الدنيا، الصادق الأمين الطيب الرحيم. آه والله أسمائك هناك في الآخرة هي صفاتك. فيستفتحون لك عرش الرحمن فيفتح لك، فيقول الله جل وعلا العرش يتفتح لك. أيوة، آه والله العظيم النبي قال كده، يتفتح لك العرش وربنا يكلمك من دون العرش. مرحبا بك عبدي، ربنا بيرحب بيك. معقولة؟ أنا مين يا رب عشان ترحب بيا في الملأ الأعلى؟ أنا مين يا رب عشان تفتح لي أبواب السماوات؟ أنا مين يا رب عشان تفتح لي عرشك وتقول لي مرحبا؟ أنا العبد الضعيف الذليل يا رب، ترحب بيا وأنا لا أساوي شيء إلا بعمل الذي تقربت به بين يديك يا رب. مرحبا بك عبدي، اكتبوا كتابه في عليين. عارفين عليين دي منزلة المقربون إلى الله جل وعلا. وما أدراك ما عليون؟ كتاب مرقوم يشهده المقربون. ثم يقول الله جل وعلا وأنزلوه إلى الأرض فأنا منها خلقته وفيها أعيده ومنها أخرجه طارة أخرى. يجي بقى نازل روحك مع الجسد، يلتقوا الاتنين مع بعض في جنازة الجسد، فالروح تتكلم يا أهلي يا أبنائي لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت بي، لا تغرنكم الدنيا كما غرتني، اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله، الصلاة 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 الصلاة. تصور وانت ميت بتؤمر اهلك بتقوى الله، طب وانت عايش ابدا ما حصلش، كنت شايف ابنك بيعمل منكر ما قلتلوش عيب، كنت شايف بنتك لابسة متبرجة ما قلتلاش استحي من الله،
كنت شايف منكر كتير في المجتمع ما قلتش اتقوا الله عودوا ربنا بالحكمة والموعظة الحسنة. عرفت بقى ان احنا مقبلين على خير لو احنا اطعنا ربنا، ومقبلين على شر لو احنا عصينا ربنا. رائحة نتنة وكفن من اكفان النار وحنوط من حنوط النار لو انت عاصي. ويستفتح لك كل سماء لا يفتح لك، سبحان الملك. ويقول الله جل وعلا اكتبوا كتابه في سجين لا إله إلا الله، منزلة أهل النار، منزلة أهل النار. سبحان الملك. لازم أن تقربوا لربنا، ما عادش فيه وقت والله العظيم. نحن في زمن موت الفجأة. يا عم الشيخ بشروا ولا تنفروا، يا عم الشيخ اذكر لنا حاجة حلوة. قال يعني أنا لو بشرتك مش هتموت، قال يعني أنا لو بشرتكم هتعيشوا أبدا. لك ميقات معلوم وأجل معلوم. هذا الأجل موقود بالعبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. حتى الجن اللي موكل لك بالسحر مخلوق للعبادة. لما بتيجي عندي والله العظيم أسمع لي منك، لما بتيجي معاك جن أنا معظم حالات العلاج بتتم بالدعوة إلى الله جل وعلا. لما يجي المريض عندي ويقعد في المركز وأكلمه عامل إيه مع ربنا ويسمع الكلام اللي أنا بقوله لك دلوقتي، هو نفس الكلام اللي أنا بذكرك بيه عندي في المكتب. 90% من الشفاء الجن بيسمع، لأن ربنا أورد في القرآن قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد. يبقى أساسا الجن لما سمع القرآن ما كانش مؤمن، كان كافر. فلما سمع القرآن قال سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فأمن به. يبقى شريطة المعالج أن يكون داعيا إلى الله جل وعلا. ليه؟ لأن الدعوة للجن والإنس كافة. مش واحد جاء طلع لي يقول لك أنا معالج بالقرآن معادي بلوم، واحد طالع يقول لك انا معالج بالقران ايه ده؟ ما احترامي اللي بتوع الدبلوم واحترامي اللي بتوع الصلاه ما ينفعش. انزلوا الناس منازلهم. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يطلق الرخ لاي احد. قال هل منكم من راق؟ لما جم جماعه آل عمرو بن حازم وقالوا يا رسول الله ان نرقي برقيه العقرب، كان في رقه اسمها رقه العقرب وفي رقه اسمها رقه النمل ايام الجاهليه. وجينا بنهى عن الرقيه لان طبعا الرقيه خلاص بقى اتحددت من القرآن، فنهى عن الرقية في الجاهلية، رقى الجاهلية كلها موضوعة. فجماعة قال عمرو بن حزم وقالوا يا رسول الله إنا نرقي وننفع الناس، الناس بتصحى يا رسول الله بالرقية بتاعتنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم اعرضوا. يبقى هنا النهي كان عن إيه؟ كان عن أي رقية تخالف كلام الله جل وعلا. يبقى أنت ممكن تروح عند واحد يقعد يتمتم ويعمل لك كده، بتقول إيه يا عم؟ مش عارف، بيتمتم. اوعى تقعد قدامه لان ده مش راقي. اللي بيخفي صوته ده مش راقي، وممكن يقرا ايه من القران ويتمتم بعديها، يبقى ده بيقرا ايه ويسب بيها بلغه تانية. الشيطان بيامره بكده، يقول له قول ايه، يقول لك والله يا عم الشيخ انا سمعته بيقرا القران بس قاعد قال كلمات كده خفيه، ربما كان يقرا القران ثم يسب ما تلا او يكذب ما قرا طواعيه للشيطان. لكن أهل الرقية زي ما النبي سمع آل عمرو بن حزم قال اعرضوا علي رقاكم، فسمع النبي فقال لا بأس ما لم يكن بها شرك. طالما الرقية ما فيهاش شرك بالله، استعان بكلمات كفر، هذه رقية مباحة. طيب إيه اللي عمله النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال من استطاع منكم أن يفعل الناس فليفعل، من استطاع منكم أن ينفع الناس فليفعل. الاستطاعة هنا يجب أن تكون بعلم وبيقين وبهدي النبي صلى الله عليه وسلم. نرجع لسيدنا جبريل لما يجي تطلع الشكوى منك والأنين بتاعك، يا رب أنا مسحورة دي لي 20 سنة 13 سنة 15 سنة 10 سنين سنتين، يا رب أنا لفيت على الدكاترة مش لاقي حل، يا رب أنا تعبت وطلقت زوجتي وتعب وتفرقت عن أولادي، يا رب أنا اضطربت من شغلي، يا رب أنا مش عارف أنجح أنا كل سنة بسقط، يا رب أنا مش لاقي عمل وقاعد يا رب يا رب. يا شيخ سيد ومش الأرزاق دي بالله؟ أيوه، بس في أسباب معطلة للزواج، وجعلنا لكل شيء سببا. في اسباب كده لما تقعد مع نفسك كده وتقول الله انا 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 اضطربت من شغل بدون اسباب، انا خطيبي سابني بدون اسباب، انا خطيبي بيتصل بيقول انا كل ما اجي احس ان انا مخنوق، اول ما اجي عند بيتكم انا الناس بتتكلم عليا من بره مفيش حد بيخش البيت. اسباب غير مفهومه، اسباب غير مفهومه. لو قعدت تشرحها وتفندها هتحس ان في حاجه غلط. فهنا لما بيتصل البني ادم بيا او بيقول مشكلته معايا على الواتس، بنعرف ان هناك سبب من الجن.
ودخل الجن يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. أكثر شيء بيحبه الجن التفريق بين الزوجين، تعطيل الزواج حتى تشيع الفحش. لما تكسر العنوسة إلا يحصل النساء هتكتر سليم والفحش هتكتر، إلا من رحم ربنا جل وعلا. فالشيطان عايز كده، عايز يلعب في الملعب ده. فهنا بنيجي بقى نتكلم بقى الأخت اللي عمالة تتأوه إلى الله وتقول سني كبر، هل هأتجوز إمتى وخلف إمتى؟ والشاب اللي يتأوه إلى الله، هل هأشتغل إمتى وأكون نفسي؟ والإنسان اللي بيقعد يشكو يقول يا شيخ سيد أنا تعبان، مش لاقي طبيب يعالجني، مش لاقي حد يفهم اللي عندي، مش عارف إيه اللي عندي، تحاليلي كويس، الأشعة كويس، أنا مش عارف أنا عندي إيه يا شيخ سيد، ويقعد يتكلم كده. اسمع سيدنا جبريل النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ إذا دعا العبد ربه، أهم حاجة الصلاح بتاعك، أهم حاجة صلاتك وصيامك وطاعتك لله، أهم حاجة تكف اللسان عن الغيبة والنميمة، ما يبقاش لسانك زي المضرب أو لسانك زي المضرب، ولما تيجي تقول يا رب آمنت الآن، نبطل بقى، بلاش قيل وقال، بلاش نجيب سير فلان وعلان. اتقوا الله في كلامكم، فإن الكلمة والله والله خزي وندامة يوم القيامة. إن العبد لا يتفوه بالكلمة من سخط الله لا يبالي بها، فيهو بها في النار 70 خريفا. 70 خريف ينزل بكلمة، كلمة، بدل ما تقول فلان فيه تقول الله يهديه، بدل ما تقول فلانة فيها وعبرتها وهوى الله يصلح حالها، الله يصلح حالها. احنا ما شفناش حاجة، طالما لم ترى لا تتكلم. استروا عليكم ألسنتكم فإنها فضاحة يوم القيامة. اللسان ده فضاح، يا رب قلت، والإيد تقول يا رب لمست، والعين تقول يا رب نظرت، والأذن يا رب سمعت. الناس اللي بتتجسس، في ناس تموت وتعرف أسرار جيرانها، في ناس ودانها عايزة الحرق في الدنيا قبل الآخرة، في ناس بتحب حتى في الشغل يتلصص كده على المكاتب وشوف إيه اللي بيحصل. الله، لا إله إلا الله، كل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. يا أخي دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دع الناس وشأنهم فإن أمرهم موكول بين يدي الله. كل أمورنا بالإيد ربنا، خليك في نفسك، قول يا رب توب عليا واهديني واجبرني واجبر كسري يا رب، اشفي مرضي، اصلح ولدي، اصلح زوجتي، ارزقني. ايوه ادعي، ادعي ليك انت. سيدنا النبي يقول لما الانسان يدعو وهو صالح فتصعد الدعوات الى الله جل وعلا، فيقول الله جل وعلا يا جبريل من صاحب الصوت؟ هو عارف اللي بيدعي ده فلان، محمد او احمد او حسين او زينب او ناديه او فاديه او المهم عارف مين اللي بيدعي. يا جبريل من صاحب الصوت؟ فيقول جبريل يا رب عبد صالح يدعوك، نزل به السقم المرض او الفقر ها او الذل، مذلول. فيقول يا جبريل اخر عليه سؤله فاني احب ان اسمع صوته. عرفت ان اصواتكم بتعرض على الله جل وعلا؟ صوتك حلو وانت طائع، صوتك بيطلع في نورانيات والله العظيم، نور زي قارئ القرآن حينما يقرأ القرآن توضع على بيتي خيمة من النور تظل على هذا البيت حتى يقبض حتى يموت. فإذا مات قارئ القرآن رفعت الخيمة فيظلم البيت، فتقول الملائكة أين النور الذي كان على بيت فلان؟ فترد عليه ملائكة أخرى لقد مات الليلة، ده مات النهاردة، عشان كده النور طفى. يا أخوانا أصواتكم مسموعة، فلا تسمعوا الله قبحا في أصواتكم. صوتك طالع بغيبة ليه؟ ما هو طالع هيسمع ربنا وهيكتبه وهيقبحك. صوتك طالع بسب ولعن وطعن ليه؟ بتسب دين ربنا ليه؟ بتروح لكافر ليه وساحر ليه؟ الأصوات ديت بتتأيد عليك فوق. وأما العبد السيء القبيح المنافق الفاسق الظالم العاتي الفاجر يدعو، ما هو برضه بيدعو والله العظيم، لو نزلت عليه بلية يعرف ربنا يجري يصلي، ربنا يخفف عليه شوية يرجع، يقع في مصيبة يجري يا رب. فربنا بقى ايه؟ يصعد الصوت وكله ظلم وفجر وعصيان وعتي وزنا وسرقة وخبث وغيبة ونميمة، فيطلع الصوت. فربنا يقول لجبريل واعلم من صاحب الصوت؟ صوت مقلق، صوت مش ربنا مش عايزه. يقول يا رب انه عبد عاص يدعوك، ده ما تابش، ده هو لسه على معصيته والله أعلم أنه لن يتوب. فيقول يا جبريل اعطيه سؤله فإني لا أحب أن أسمع صوته. الصوت ده مش عايز أسمعه تاني، الهي في الدنيا، اديله كل حاجة، اديله كل حاجة، كل ما يريد، وسيبه لي لما يجي لي يوم القيامة. اديله المتعة الدنيوية عشان تعرفوا
ان قل ان متاع الدنيا قليل، متاع الدنيا قليل جدا، مهما اوتيت من ملك ومن سلطان ومن مال ومن عز ومن بهرجه ومن اموال، انك ميت وانهم ميتون. هتعود لربنا والله العظيم، لما ترجع لربنا يقوم ربنا يغمسك في النار غمسه غمسه غمسه. يعني ايه؟ عارفين البقسماطة لما بننزلها في شاي؟ عارفين الصباع اهو لما بنزله في الميه اهو واطلعه اهو غمسه. فيقول الله جل وعلا لصاحب هذا النعيم بعد ما يغمسه يوقفه من ايده: عبدي ارايت نعيما في حياتك؟ عاش له بقى 80 90 100 سنه على افتراض انه عاش بقى ايه من المعمرين. ارايت نعيما في حياتك بعد الغمسه دي؟ فيقول: وعزتك وجلالك لم ارى نعيما في حياتي قط، والله ما شفت ريحه النعيم ابدا. بلسعه بغمسه، ده لسه ما تعذبش، ده هو نزل اتلسع وطلع لانه عرف انه مقامه العذاب الاليم. فين المتعه الدنيويه؟ الانسان يعاشر المراه بمجرد ما راحت الشهوه، ياكل بعد جوع بمجرد ما شبع راحت شهوه الجوع، بمجرد ما يشرب راحت شهوه الظمأ، بمجرد ما يركب العربيه ويتمتع بيها شهر راحت الشهوه بتاعت العربيه، بمجرد ما يتمتع على البحر زهق عايز يرجع. متاع الدنيا قليل. عرفتم ان المتاع هناك، الحياه هناك؟ والائمه والعلماء فسروا ان القوائم الحياه اربعه، احنا هنعيش اربع انواع الحياه. معقوله يا عم الشيخ اربع انواع للحياه؟ اه والله. النوع الاول من الحياه اللي هي الحياه الدنيا الفانيه اللي احنا هنعيش فيها 30 40 50 60 سنه على حسب عمرك كام، 90 100 سنه، المهم في الاخر حياه فانيه. وحينما تموت يقول لك: كم لبست؟ انت قعدت كم يوم؟ كانهم لم يلبثوا الا عشيه او ضحاها، ساعه او ساعتين. تقدير الدنيا لما تموت ساعة أو ساعتين. الحياة الثانية حياة البرزخ، أول ما تنزل القبر هي حياة تعد من يوم موتك لغاية يوم القيامة. الحقبة دي زي سيدنا عثمان مات سنة إيه؟ سنة 38 هجريا، والنهاردة مقبور أديله 4400 سنة. 1400 سنة سيدنا عثمان بن عفان مات. ده أنا بضرب لك مثل يعني. يبقى اذا العمر بتاع البني ادم بتاعنا في القبر من زموته لقيام الساعه، قامت الساعه بعد يوم يبقى حياته في القبر يوم، بعد ما مات بشهر حياته شهر، بعد ما مات بألف سنه بالظبط كده. الحياه الثالثه حياه يوم المحشر، هو يوم واحد بس هنعيش في يوم كان مقداره 50,000 سنه مما تعدون. 50,000 سنه عمرك في يوم المحشر هتقفوا حياه. ثم الحياه الرابعه حياة الابديه بقى، حياة إما جنة وإما نار، حياة أبدية ما فيهاش لا موت ولا عمر ولا زمن ولا ساعة ولا ليل ولا نهار. تصور إحنا مقبلين على الحياة دي. الحياة الأولانية قرب التافنة، خلاص الموت الفجأة والكوادر اللي إحنا عايشين فيها. الحياة الثانية حياة البرزخ الله أعلم هنعيش فيها قد إيه، لأنها مرتبطة بقيام الساعة. حياة يوم المحشر معروفة 50,000 سنة لا أقل ولا أكتر. الحياة الأبدية معروفة، لا موت ولا حياة، إما جنة وإما نار، إما نعيم وإما عذاب. انت فين؟ وانت رايحة فين؟ انتوا رايحين فين؟ انتوا هتجددوا ايمانكم امتى؟ انتوا هترجعوا لربنا امتى؟ هتبطلوا السحر والصحراء امتى؟ هتتوبوا لله امتى؟ هترجعوا لبعض امتى؟ هتحبوا بعض امتى؟ ده اسئلة انا بسألها في كل وقت، وانا هنا وانا في مكتبي وانا على المنبر. هترجعوا لبعض امتى؟ وهتجددوا ايمانكم امتى؟ ها هتوبوا الى الله امتى؟ لكن قضيه السحر والمس والحسد والعين، والله العظيم اعينوني على انفسكم بذكر الله جل وعلا فتبرا. طبقوا سنه النبي تبرا، قولوا يا رب تبرا. هو ده دوري، ان انا اعرفك الناس لما اصيبت بالسحر ايام النبي برأت ازاي، النبي لما سحر برأ ازاي. لكن انا اروح لساحر اتصل بواحد اديله اسمه اسم امي واتعب اكتر واديني حاجات اعملها النار تمسك في جسم أكتر. الناس بتقول لي كده والله، ويجيبوا لي ورق في المكتب مكتوب عليه شعوذه الله لا اله الا الله. ما فعل النبي ذلك؟ وقال: هي تميمه، وتميمه شرك، ومن علق فلا اتمها الله عليه. اللي يعلق ورقه ولا يحط ورقه اقول له: اوعى تشيلها من جيبك، لو شلتها شيل ايه يا عمي؟ الحفظ والله، هي الورقه اللي تحفظني؟ طب ما انا اشيل المصحف يا عم الشيخ ده فيها قران. طب ما تشيل المصحف. اه والله يا عم الشيخ صحيح. طب ما تشيل المصحف
مصحف صغير وحطه في جيبك. اذا كانت الورقه ديت فيها قران، طب ما هو المصحف هشيل القران كله وفيها الايات دي اللي هو كاتبها دي، وتلاقيه كاتب القران مفرط. ليه يا عم الشيخ؟ ده كفر. تفريط القران بتفرط قران ربنا نزله متماسك ليه؟ عشان يبقى الكلام متداخل. تفريط القران عبث بكلام ربنا، وتفريط الاسم واسم الام ده علم اسمه علم الحرف في السحر. علم الحرف وعلم التبسيط وعلم التكسير وعلم العزائم وعلم التنجيم، خمس قوائم يعملهم ينتج السحر. تجي لي انت لازم نفك بقى، نرجع الامور لطبيعتها. هو واتبعوا ما تتلو الشياطين، واحنا مرتل القران ترتيلا. لازم لازم ابطل ترتيل الشياطين بترتيل القران. لازم ابطل النبي يقول لك يجري من ابن ادم مجرى الدم اللي هو الشيطان. لازم اعمل حجامه. لازم لازم. هي دي قواعد العلاج بالقران والسنه، مش تقولي مش عارف ايه وانظر ايه وبصر ايه. لا، لازم أن نتبع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. سليم، هي دي القاعده اللي ببدا بيها كل حلقه. هنفتح الاتصالات وناخد ارائكم وكلامكم ونشوف ماذا يكتكن صدوركم بين يدي الله. التوبه، الرجاء، الحلقه مفتوحه. اللي عايز يتكلم عن السحر يتكلم، اللي عايز يتكلم عن المس الحسد، عن هم، عن مشكله، فضفض معايا في الحلقه دي. نفضفض نتكلم في كل حاجه، في فتوى، في امر من امورك، مشكله عندك، ميراثك، اي حاجه نتكلم فيها. مشوره نستشير بعض فيها. اه والله. فعايزين نفتح افاق، افاق الحب والود والقرب الى الله جل وعلا في الحلقه كل يوم سبت الساعه 8 نتكلم مع بعض. فان شاء الله هنتلقى اتصالات ونسمع ماذا يكن في صدورنا. السلام عليكم يا ام عبد الرحمن. طيب منتظرينك يا ام عبد الرحمن تاني ان شاء الله تعود الاتصال، ونسال الله لنا ولك العفو والعافيه. الامر لا يتعدى ان يكون حب في تطبيق منهج الله تبارك وتعالى وسنه النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا قال كده، قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هو حب. ام عبد الرحمن السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. ازيك يا ام عبد الرحمن؟ الله يخليك شيخنا، يا اخبارك ايه؟ الله يحفظك، اتفضلي. ااا ام عبد الرحمن من الاقصر؟ نعم؟ من الاقصر. اهلا بيك، اهلا بيك واهلا باهل الاقصر. اهلا بيك يا شيخ. اتفضلي. امي حلمت ان هي في واحده بتبيع مفاتيح كتير، واحد لابسه بيت ابيض. نعم. بام المفاتيح في ايدها. نعم. دي اول رؤيه. ده والدتك اللي حلمت برؤية المفاتيح. واحد ده مفاتيح في ايدك كتير. طيب المفاتيح النبي عبرها بالفتح، والفتح ليس فتح المال فقط، ولكن يفتح الله بينه وبين العبد باستجابة الدعاء بطول العمر وصلاح العمل. بالفتح يوم القيامة ان شاء الله يفتح لها ابواب الجنة، تدخل من ايها شاءت ان شاء الله تبارك وتعالى. رؤية تانية يا شيخ. اتفضل يا ام عبد الرحمن. أنا من حوالي 20 سنة حلمت إن أنا شفت سيدنا الخضر. نعم. شفته في مكان كنت شغالة فيه مؤقت يعني، بعد كده حاليا مكان شغل حاليا يعني. نعم. فبس شفته سيدنا الخضر فبيطبطب عليا قال لي ربنا هيكرمك وكده يعني. طيب أنت مريتي بأي مشكلة في حياتك يا أم عبد الرحمن؟ نعم. مريتي بمشكلة في حياتك؟ في مشكلة معينة مريتي بيها في حياتك؟ أثرت عليكي نفسيا؟ لا لا. طيب الحمد لله رب العالمين. طيب أم عبد الرحمن، رؤيا الخضر رؤيا الخضر تؤول على أمرين، على حال العبد. طبعا احنا بنسأل الإنسان أنت عامل إيه مع ربنا؟ أنت شفت إيه؟ أنت في مشكلة؟ لأن الرؤيا تؤول على طبيعة الإنسان نفسه وليست على المسمع فقط. سليم، الرؤيا تؤول على طبيعة العبد. طب الإنسان العاصي رؤيا الخضر تدل على بلاء المعصية. الإنسان الطائع رؤيا الخضر تدل على العلم. الإنسان الصالح العلم والقرب إلى الله. سليم، لأنه كان عابد عابد متقرب إلى الله جل وعلا. فهو إن شاء الله أنت يعني ربما يفتح الله بينك وبينه أيضا، وإن شاء الله هناك يعني منزلة عظيمة لأحد أولادك إن شاء الله إن أذن ربنا جل وعلا. ربما سيكون عالما من علماء هذه الأمة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فياريت. السلام عليكم أم أحمد. وعليكم السلام. ازيك يا ام احمد؟ تفضلي. ازيك يا شيخ؟ الله يكرمك يا ام احمد، تفضلي. والله يا شيخ انا دايما كنت بنحلم بالتعابين. نعم. ان انا من تعابين كده، حلمت ان عندي تعبان في الصاله وتعبان في المنظره. نعم.
وقاعده فوق السطح مش قادرين نقول له جازي لازم نطلعهم الاول. نعم. ماشي. الحاجه الثانيه ان انا يعني ايه في الحقيقه مش حلمي يعني ان انا لقيت في الهدوم الداخليه انا رحت الهدوم الداخليه كده لقيت متخيط يعني حته حلوه كده بالايه؟ بالشعر. نعم. متخيطه بالشعر خياطه، خياطه زي خياطه الخيط عادي خالص. طيب يا ام احمد ما هو ده في الحقيقه. في الحقيقه اي شعر. اي انسان يجد خلي بالكم الموضوع ده منتشر اليومين دول بالاخص. واحد كده يقوم يلقى في شعرايه في بقه جت منين ما يعرفش، او في شعرايه زي ما انت قلت كده زي ما يكون حد مخيطها، ودي صعبه جدا ان حد يخيط شعر، صعبه جدا، لكن الجن ممكن يعملها. سليم. وفي حد اتصل بيا كثير جدا يقول لقي شعرايه على العوره بتاع الولد، العوره بتاع الولد من فوق مربوطه، العوره بتاع الولد سبحان الملك مربوطه، ويكاد الولد يكون هيموت والعوره مزرقه تماما. هذا الامر سمعته كثيرا باتصالات كثيره جدا، انما ذلك من فعل الجن. طب ليش معنى الشعره؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم سحر في مشط ومشاطه في شعر النبي. الجن يعني اقوى سحر سحر الشعر. فانت كده مسحوره يا ام احمد في سحر. هو لسه عندي لسه دي عندي يا شيخ موجوده عندي في البيت. ماشي، احنا سيبك من موجوده، احنا دلوقتي في هناك جن مكلف بسحر، هو اللي بيخيط الشعر ده، هو اللي بيوجدها، هو اللي بيوجد اثرها. فاحنا المفروض ان حضرتك بتعمل برنامج رقيه بالورص، نعت رسول الله ورصا، البيت يترش 40 يوم بالورص مع سوره البقره، وحضرتك لازم نعمل رقيه اسمها رقيه التخريج، دي مهمه جدا، تعلمناها من حديث النبي في حديث عثمان بن ابي العاص، دي مهمة جدا يا اخوانا. رقية التخريج لازم نعمل رقية التخريج لمادة السحر، لأن مادة السحر موجودة في جسم الإنسان المسحور، المادة نفسها. يبقى احنا عندنا إخراج المادة، إبطالها وإخراجها وتقفيل الجسم اللي هي بيسموها التحويطة يعني، بس بيكون بإيه؟ بأدوات من القرآن والسنة. طب لو سمحت يا شيخ والله معلش، دايما كنت بنحلم بالبيت برضه إن أنا بنفخر كده في الأرض كده وبنطلع بيض نحط في شجري. لا البيض انشاء المولى ده يدل على الابناء. انت عندك كم من الاولاد يا ام احمد؟ معايا ولدين وبنت. ربنا يبارك لك فيهم ان شاء الله. يعني البيض يدل على الاولاد ان شاء الله، يعني احفظيهم بحفظ الله تبارك وتعالى، خليهم يصلوا وارقيهم بفاتحه الكتاب بين كفيك كده وعلى ومسح على جسمهم، او لو جبت ماء الورص حطيه في بخاخه ورش. وانا بنصح الناس كلها والله العظيم يا اخوانا، والله ماء بركه، والله عن تجربه يعني بفضل الله. طيب. هذا الماء من 10 سنين قرأت الحديث، ومنذ أن قرأت الحديث والحمد لله تطلعت إن أنا أعرفه هو فين وجبته وبقيت أعمله وأقرأ عليه وبفضل الله جل وعلا. هذا الماء ماء بركة، رش منه البيت ورش جسمك ورش أولادك، رشوا عربيتكم، رشوا مصانعكم، رشوا تجارتكم، رشوا المكان اللي أنت شغال فيه، والله ماء طيب جدا جدا جدا. فإن شاء الله أنصحك إنك أنت تركي أولادك إن شاء الله. لو سمحت يا شيخ، ابني برضه شاف رؤيه كده صغيره. ايوه يا ام احمد. شاف ان هو شاف النبي عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه وسلم في بيتوضا، ابني بيتوضا في الميضة وجنب منه بيتوضا النبي عليه الصلاه والسلام. نعم صلى الله عليه وسلم. فبص له النبي، بص لابنه وابتسم له وسلم. نعم. عليه. الله. هو ابنك بيتعلم ازهري ولا بيتعلم علم عادي؟ لا علم عادي. علم عادي. ثاني اعداد. بيحفظ القران ولا لا؟ يعني آيات كده بسيطة بنحفظه في البيت كده يعني. طيب اهتمي بهذا الولد إن شاء الله، فإن له قدر طيب بإذن المولى جل وعلا. رؤيا النبي من رآني فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل به، ورؤيا النبي تدل على قدر الإنسان نفسه. فإن شاء الله بيعلمه الوضوء يبقى علم، بيتوضى جنب النبي يبقى علم إن شاء الله. اهتمي به في تحفظ القرآن. الولد ده إن شاء الله يعني إن حفظ القرآن سيكون يعني ولدا داعيا إلى الله جل وعلا. ربنا يكرمك يا شيخ، ربنا يحفظك يا ام احمد وتقبل منا ومنك يا رب. دائما ابدا بنتطرق الى رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم بانها بشاره، دائما ابدا. يعني الناس كده تقول انا نفسي اشوف النبي صلى الله عليه وسلم، لما غلام زي كده او في تاني اعدادي يرى النبي صلى الله عليه وسلم، ده شيء من التفاؤل والبشريات. النبي معانا يا اخواننا، النبي لم يمت، مات بجسدي ولكن لم يمت بكلامي وبسنتي، موجود معانا بفضل الله جل وعلا. الحمد لله، ربنا يبارك في علمائنا، على الفضائيات النبي 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 النبي، على المنابر قال رسول الله قال رسول الله، في البيوت على الشاشات الفضائية النبي موجود. النبي صلى الله عليه وسلم وإن سبه السبون وإن شتمه الشاتمون، إلى أنه
النبي هيفضل موجود. انت بتسبه عشان هو موجود، لان ما بتسبش الميت. خلي بالك يعني النهارده لما مجلس الراح مات، يا عم الله يسهله ده مات. لا، النبي لانه موجود، والدين النبي والدين الدين اللي جاب النبي هيظهر الله جل وعلا ولو كره الكافرون ان شاء الله. ام مكه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا ام مكه؟ الله يحفظك ويبارك فيك. معلش انا كان عندي سؤال ورؤيه. اتفضل يا ام مكه. معلش انا عندي حلم كان بيتكرر معايا بس وانا متجوزه، بس يعني كان حاليا دلوقتي في مشاكل بيني وبين جوزي. ايوه. يعني بحلم على طول بواحده انها جات يعني تأذيني وكده، وانا بنكر عليها آية الكرسي فبنكتفها وكده يعني. نعم. واحده شكلها وحش قوي يعني. انت متجوزه من امتى يا ام مكه؟ وايه؟ متجوزه من امتى؟ لا يعني هو من 5 سنين وانفصلت واتجوزت، ونفس الحلم موجود في الزيجه الثانيه. بس يعني اكون يعني دلوقتي حاليا انا منفصله بعيد عن جوزي، بس مبطل الحلم ده يجي. ده انت منفصله الثاني يعني؟ ايه وبعدين يا ام مكه يعني ايه موضوع الانفصال ده يعني؟ لا يعني انا منفصله بس لسه على ذمتي. ايوه انت يعني انت منفصله جسديا سليم. طيب بص يا ام مكه، يعني رؤيه المراه تتحرج بالمراه فذاك قرينك. قرينك يا ام مكه، قرينك هي بتيجي واحده طايره كده وشكلها أيوة وحش. ايوه النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عائشه: وقد حضر شيطانك عائشه، فكانت السيده عائشه لما تغضب. فهي القرين ربما يؤدي الى الانفصال، وربما يؤدي الى الغضب، وربما يؤدي. انت بتقولي منفصل اهو. انت محتاجه الحلم. انت عامله ايه مع ربنا يا ام مكه؟ عامله ايه مع ربنا في الصلاه والعباده؟ الحمد لله تمام. وزوجك عامل ايه مع ربنا؟ لا 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 لا، ثلاث لقات يبقى قاطع خالص. يعني احنا مش متفاهمين بسبب اللي هو بعيد عن ربنا يعني. طيب بعيد جدا. طب وانت اتجوزتيه ازاي يا ام مكه وانت في لحظه ما تقدم لك ما سالتوش ليه عن صلاته وعن طاعته لله يعني؟ والله هو كان متظاهر ان هو كويس جدا، بس بعد كده. طيب يعني بص يا ام مكه، دي الرؤيه. السؤال بقى بتاعك ماشي، ما هو ده السؤال يعني، هو ده قرين ده ولا ايه يعني؟ يعني انت الرؤيه فيها السؤال، يعني انت شفت الرؤيه فبتسالي هو ده قرين ولا ايه؟ لا، ده قرينك يا ام مكه. وقرينك يعني القرين دائما اشد من السحر. النبي صلى الله عليه وسلم سحر والنبي اشتد عليه قرينه، فقال لي النبي في السحر. طب يعني دلوقتي نعمل ايه عشان اتخلص يعني؟ ما انا جاي لك. انت منين يا ام مكه؟ منين؟ نعم يعني جنب سوهاج كده. جنب ايه؟ جنب سوهاج. جنب سوهاج. طيب بص يا ام مكه، علاج القرين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اشتد علي قريني الا ان الله اعانني عليه فاسلم. سليم، علاج القرين يا ام مكه قيام الليل والدعاء. ايوه. وهجيبي كوبايه ميه تنفسي فيها كل يوم بالفاتحه 7 مرات، وتمسحي منها ما اقبل من جسدك، وما بعد ما تشرب الاول 3 مرات بسم الله بسم الله. أيوة. بسم الله. بعد كده تمسحي. الكلام ده يتعمل لمده 40 يوم. 40 يوم كل يوم؟ كل يوم قيام ليل، قيام ليل ولو بركعة في ظلام الليل تحيه، ولو بركعة الوتر، وتعمل الفكرة بتاعت المية ديت وتمس واهدئي واستعيني بالله وارضي بقضاء الله. اوعي تقول اصل انا اتطلقت قبل كده وهتطلق تاني وشكلها وناس سيبكم من الناس يا اخوانا. انا عايز انا حلمت حلم تاني من اسبوع وكده يعني. ده انت حلمت وانت على الهواء دلوقتي ولا ايه؟ انت قلت حلم واحد. لا لا، انا قلت سؤال وحلم. طيب ما انت قلت الرؤيه يعني الاولانيه. هو السؤال ده يعني كان الحلم ده اللي هو بيطارني. طيب قولي الحلم بقى. حلمت من اسبوع ان انا لابسه 3 خواتم اللي هم كانوا معايا يعني قدام وكده. نعم. ودبله، وانا بدور وفيهم خاتم بيلمع وجاي على مقاسي ومكتوب عليه الله. الله اكبر الله اكبر. الخاتم عروة، والنبي صلى الله عليه وسلم لما في حديث عبد الله بن عمر قال: رأيت يا رسول الله أنني يعني أمسك بعروة، أصعد على عمود وأمسك بعروة. قال: تلك عرى الإيمان. وعرى الإيمان أنت شايفة 3، والثلاثة إن شاء الله إن شاء الله تدل على التأكيد على التمسك بدينك عند الابتلاء. يا أم مكة اتمسكي بربنا وقول يا رب، وربنا ان شاء الله ينصرك. وفي خاتم من ذهب، خاتم من ذهب ان شاء الله هيذهب عنك البأس، هيذهب البأس بتقوى الله وبالقرب لله مكتوب عليه: واحد الله
يبقى الصلة بالله، الصلة بالله والاستقواء بالله والشكوى بين يدي الله والرجاء والدعاء، وإن شاء الله ربنا والله العظيم لا يبدلك هذا الشر خيرا خيرا، وعسى أن تكرهه شيئا ويجعل له فيه خيرا كثيرا. الحمد لله. استعيني بس بالله وأكثر من الاستغفار، واعمل اللي قلت لك عليه، قيام الليل لو براكع، اللي هو بيعاني من وسواس القرين قيام الليل براكع والدعاء أثناء السجود أقرب ما يكون العبد من ربه وساجد، أكثر من الدعاء في السجود. اللي عنده وسواس قهر واللي عنده يعني مشاكل نفسية، ويجيب كوباية مية كل يوم بالليل في ثلث الليل الأخير، ربنا يتنزل إلى السماء الدنيا وأنا ربنا متنزل، يقول هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. أروح جايب الكوباية وأنفس فيها 7 مرات بفتحة الكتاب وأمسح وأشرب. أستاذ محمد السلام عليكم. ألو. السلام عليكم أستاذ محمد. إزاي حضرتك يا شيخ سيد؟ إزيك يا أستاذ محمد؟ الله يخليك يا شيخ سيد، ربنا يخليك. كنت بقول لك يا شيخ سيد، تفضل. كنت ربنا يخليك، كنت عشان يا شيخ سيد عايز في حلم كده عايزك تفسره لي بعد اذنك. تفضل تفضل يا استاذ محمد. هو من امتى ومن انا حلمت حضرتك؟ الكلام ده اول امبارح حلمت ان انا كنت نايم في اوضه النوم، تمام، وحلمت ان زي ما يكون في بورس دخل عليا. نعم. البورس دوت لونه كده زي ما يكون لونه بيج. نعم. تمام. ولقيت البورس دوت طلع على التسريحه. نعم. تمام، المرايه، وبيبص عليا وبيقرب مني. فلما جيت قمت من النوم، تمام، كان لمؤاخذة الكلمة كانت في جزمة تحت السرير، جيت عشان اضربه بالجزمة، تمام، وموته، لقيته راح هرب مني ودخل تحت الدولاب. نعم. طيب يا استاذ محمد، البورصة يدل على رجل سحار او امرأة سحارة، في حد بيتعاقبك بالسحر؟ في حد بيتعاقبني بالسحر؟ نعم. انت امورك عاملة ايه؟ في عندك امورك ماشية ولا في وقفة حال في امورك؟ ما انا هقول لحضرتك، انا بقالي فتره يا شيخ بعاني من حاجه غريبه بتحصل معايا، وسالت ناس كتير قالوا لي انت عندك مس عشق، بحلم باحلام على فترات، احلام بجماع. تمام. لا مش شرط يا استاذ محمد، مش شرط الجماع، ربما يكون السحر معمول بمعاشره محرمه. خلي بالك يعني. فياتي للرجل، وده أسوأ انواع السحر، أسوأ انواع السحر، وهو بيصيب احيانا بمرض نفسي، يعني بيصيب بالتوهان، بالتوله، بالنسيان الشديد، بالتمارض، بالنوم الكتير، الكلام ده كله. ما انا هقول لحضرتك على حاجه، انا ساعات احيانا لما بسمع اول سوره النور بتجيلي خنقه، واحيانا ببقى عايز اقرب من مراتي بقعد فتره قبل ما بجمعها، وكل ما بقرب منها الاقي خنقه تجيلي، او الاقي حاجه تشدني لقدام او تجيبني لورا. طيب انت مقيم فين يا استاذ محمد؟ انا مقيم في الجيزه. طيب يعني ان شاء الله عز وجل ممكن تيجي اشوفك في المكتب، الارقام موجوده بتاعتي يا هاتي بفضل الله عز وجل، ارقام الواتس وارقام المركز، ممكن تيجي نشوف الوضع ده، لان رؤيه البورص انما يدل على رجل سحار او امراه سحارة. انت كده في حد بيتعاقبك بسحر، وربما يكون هذا نوع من السحر التفريق، لان سحر التفريق بيتعمل بالمعاشره ويمنع المعاشره. يعني انت تشوف وانت نايم استحلام كتير، لكن تيجي تقرب من الزوجه تتخنق. لا، هو الاستحلام بيحصل كل فين وفين. انا الحمد لله لما لقيت الحاله دي عندي كده بقيت ملتزم بقراءه القران والاذكار، بس انا بقول لك كده، ودايما وساوس تيجي في وداني حاجه تقعد تقول لي انا عشقاك، انت بتاعي، انت جوزي، انت 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 انت. طيب نشوفك ان شاء الله ونقرا عليك، لكن هو ربما يكون هذا الامر تطور من سحر، لكن رؤيه البورص يدل على على سحر مع حضرتك، لكن ممكن السحر ينقلب لعشق جن، ممكن ياتي بصوره معاشرات، ممكن، لكن هو المقصد العشق الجن لا يمنع الرجل عن زوجته، خلي بالك. عشق الجن ما يمنعش الرجل عن زوجته، ما يمنعش المراه عن زوجها، اللي يمنع السحر، سحر التفريق، عشان تاخد بالك يعني. فانت ان شاء الله ممكن نشوفك ان شاء الله ونطمن باذن الله. في نقطه كمان عايز اسال حضرتك عليها، معلش قبل ما تقفل. تفضل. تمام. لما باجي بعاشر مراتي، بعد ما بعاشر مراتي وبخلص يعني بعد المعاشره، الاقي جسمي يحصل له رعشه غريبه، والاقي خنقه تجيلي، تمام، وبتجيلي زي حاله عصبيه. ما هو ده من اعراض السحر يا استاذ محمد، سحر التفريق، اما يعني يجهد الرجل بعد المعاشره، واما انه يمنع المعاشره تماما. فاحنا ان شاء الله ربنا المستعان يعني ممكن واستاذ وليد بيقول الوقت انتهى. ربنا يصلح حالك يا استاذ محمد ويفرج كربك ان شاء الله ويرفع همك. استاذ محمد صوره لناس كثيره ان شاء المولى عز وجل،
بتشكي من هذا الامر. فاحنا طبعا الوقت بيمر تباعا، وانا قلت لكم ان الحلقه بتاعتنا حلقه عائليه، يعني ايه؟ بنتعايش مع بعض في كل حاجه، سواء سؤال، سواء سحر، سواء مس، سواء فتوى، سواء شكوى، سواء مشاركه، احنا بنخش مع بعض كاننا بيت عيله. ويعلم الله ان الحلقه بتمر كاننا بنتناقش في امور الدنيا كلها. فاسال الله تبارك وتعالى ان يجمعنا على محبته وان يفرقنا على طاعته، انه ولي ذلك والقدر عليه. ان شاء الله ميعادنا كل يوم سبت الساعه 8 باذن المولى جل وعلا. يعني نحضر كده ان احنا نبقى مع بعض مستمرين. بدايه الحلقه بتكون دعويه وبنزرع فيها عقيده، ونهايه الحلقه بتكون مفهوم السحر والمس. والارقام بتاعتي قدامكم على الشاشه، الواتس انا برد فيه على اي استفسار، اي مشكله، اي مس سحر حسب بنقننه. لكن الاحلام على الواتس ما بفسرش احلام، عشان الناس بتقول رد رد يا عم الشيخ، انت ما بتردش ليه؟ يعني كان حد ايه بيزقك كده وهو بيسالك. فربنا يكرمكم، وسعدت بكم النهارده، وان شاء الله اترككم في رعايه الله ومنه وكرمه، وان القاكم اترككم في هذا الوقت المبارك النهارده. ما تنسوش قيام الليل زي ما قلنا، وسوره الفاتحه 7 مرات على الميه، ونمسح ونشرب ان شاء الله. لا تنسوني من صالح دعائكم. الى ان القاكم، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.